ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم فاطمة، how are you؟ إن شاء الله you're fine. This is our plan for this month, إن شاء الله. We read up to ayah number 232 from Surah Al-Baqarah. And in this month, we'll continue this reading. And now I'm going to read from ayah number 233 to ayah number 234. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردت أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Okay, that's it. And inshallah for revision, we will revise from Surah Al-Haqqa to Surah Nuh, inshallah, and from Juz Amma, from Surah An-Naba to Surah Al-Infitar in this month. Thank you. Jazakum Allah khayran. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.